هذا الراجل بيقول لي ايه الواي فاي ضعيف تمام ايوه بيقول لي الواي فاي بيجيب شبكات لكن شبكات ضعيفه تمام فانا دخلت على التليفون لقيت ان الواي فاي لما نخش على السيتنج ونخش على الواي فاي بيفعل اون اوف شغال لكن الشبكات اللي تيجي عنده ما يجي عندي شبكتين انا عندي شبكه المحل اهو جايب شبكه ثانيه بره يجي له شبكه واحده بس مش جايب شبكتين تمام يقول لي لازم اقعد جنب الراوتر علشان ايه يشتغل طيب فده كده الواي فاي اي سي شغال المشكله فين المشكله في الاريا الانتنة تمام طيب انتنة الواي فاي فين هي دي هي دي تعال بص عليها كده مفصولة من على البورد بس هي مش لازقه ده هي مش لازقه كام سنين ايوه هي دي كبسه ازاي عشان دي بتقفل عشان لمسه بس عشان دي ما هي دي نفس الانتن شكله وقع منه طيب ده هي طالعه من على البورد بالمكان اللي بتركب عليه انت فاهم ده المكان اللي بتركب عليه طالعه بالمكان اللي بتركب عليه فاهمني يعني مش هينفع ان انا اركبها كده خلاص ده انا لازم اغير الالحم القاعده والقاعده اللي هي راكبه فيها دي ما تنفعش لازم قاعده تانية عشان دي ليه تلحم القاعده ما هي فين القاعده يا عم القاعده طلعت معايا خليني بص لما اجي اشيل حاجه زي كده ادخل الجفت كده ما بينهم سلام عشان احافظ على الفلاته ما تتقطعش دي القعده تمام هي خرده دي هناك اهي هناك اهي خربت فين القعدة؟ القعدة طالعة هنا اهي طالعة في الاريا اهو اللي انا شلته ايوه تمام؟ فلازم اركب قعدة تانية هنا طيب القاعدة نفسها دي عليها توصيل؟ اه طبعا ولا بس بالمسمار الصغير ده الاصفر؟ المسمار الاصفر فين المسمار اللي بالنص هذا ايوه طب ما هو ده الارضي بتاعها ما هو لازم يكون واصل الارضي بتاعها وبعدين هو بالمنظر ده كده دي حاجه تقدر ربنا ما ينفعش طبعا هل دي حاجه ينفع اقول له صلحتها لك لازم اركب له حاجه تانية تحتاجها بدي فيديو تنزلها انزل يعني انزل الكلام ده يعني يعني انت بالمونتاج بتاعك بالمونتاج ايه يعني انا بالمونتاج بشيل الحقيقه واركب اشيل اصواتكم لا خلاص يا عم مش موجوده دي مش موجوده دي خالص خلاص انا هنزله بس شغل الفيديو على شريحه جديد لا 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 نفس الصوت وهنا تقدر تحط جسم سبتايتل كده ومع ميوزك يا سلام تقول له كده انه عنده مشكلة الواي فاي وانت جيت تواصل هنا تقول له من البيس روح من البيس خلي يعني احتراف شوية بس عبد الله بس عبد الله اسكت عبد الله انا هنزل وانت مش باين صورتك يا عبد الله خلاص انا هيجيلي كمية تعليقات على موضوع صورتك اللي مش عايز يطلع في السوشيال ميديا ده هيقوله عليك طار
هربان من الصعيد. لا يا راجل. او انت جاي هنا وانت طلعت احسن. انت قايل لحد انك في مكان تاني وجده بقى يتصيع. بص اشيل واشيل ده في الناحية التانية. ما هو ده زي الكونكتور بالظبط. ما هو بلاستيك او فيه. تمام؟ حطيت له لحم؟ حطيت له لحم ايه؟ حطيت له لحم ليه يا عم؟ عشان كده تفك اللحم لا هو مكون من ثلاث رجول يعني عايزه يبقى لحمه تقيل ليه؟ والهوت اير شغال بقاله 10 دقايق فحامي يعني. تمام؟ اقيسه كده على وضع البيوت من هنا لهنا. لاحم؟ لاحم. تمام؟ واركب نفس الانتنة. هي الانتنة بتاعته مش بايظة بس اطلع منها ايه؟ اطلع منها بقية الكونكتور اللي طلع فيها ده. ادخل كده احمد من وهو صغير في اي حاجة بعملها انا سواء صيد سباحة مش عارف طيران اي حاجة مقتنع ان هو اللي علمني مع ان هو ما يكونش عمل الحاجة دي قبل كده. التليفونات دي ازاي عشان فجأة التليفون اللي نمت وهم تلات شغال تاني يوم هو من ساعة التليفون ده وقصة انا اللي علمني. تمام؟ كان الأول ما بيجيبش رسالة ما بيجيبش سيريال نمبر. دلوقتي لو جاب سيريال نمبر يعني صلحناها مشكلة. تمام؟ ركب فيه خط نظبط التاريخ والوقت. هنشبك الواي فاي وهو هيظبط التاريخ والوقت. طبعا دلوقتي انترنت او جايب الشبكات كلها. تمام؟ ايوه مية مية والله برافو. برافو ايه؟ انا بعمل الكلام ده كل يوم. انا عايزك انت اللي بقى اقول لك برافو. طبعا لنا الجميع. برافو لنا جميعا. فهمت ان الدنيا مش صعبة؟ اي والله. بس تشتغل وعينك مفتحة فنجلة شايف انت بتعمل ايه، تاخد بالك من اخطائك، تحاول تفهم العيب في اي منطقه في الجهاز، تستخدم العلم اللي انت بتتعلمه وتفكر مش بس انت حفظت تروح واحد اثنين ثلاثه تطبق. صح تفكر. الله يهديك.